بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي متتابعي مديونات بيتكوين العرب في حلقة جديدة من حلقات البيتكوين. حلقتنا اليوم تتعلق بشرح منصة من منصات التداول التي اكتسحت هذا المجال الذي يخص التداول في العملات الرقمية، وهي منصة هوبي برو. هذه المنصة اكتسبت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة بالخصوص، وحيث أن هذا الشرح ينطبق أيضا على هذه الشهرة، أي أن هذا الشرح أتى من بعض المتابعين حيث أرادوا شرح حول هذه المنصة. لذا أردت التطرق إلى هذه المنصة التي تخص هوبي للتداول. هذه المنصة تحتوي أيضا على مفهوم أنها تملك توكن خاص بها كما تلاحظ، وهو توكن HT أو هوبي توكن كما تلاحظون. لكن قبل ذلك، قبل التطرق إلى التسجيل وشرح المنصة والتداول، سنتطرق إلى بعض المعلومات الخاصة بها. هذه المعلومات التي تخص منصة هوبي من موقع كوين ماركت كاب، الذي يخص الحجم الإجمالي للتداول أو الفوليوم الذي يخص التداول. وأيضا نجد هنا التداولات أو حجم التداول خلال 24 ساعة لكل عملة. العملة التي يتم تداولها في أغلبية أو أكثر عملة يتم تداولها في هذه 24 ساعة الأخيرة كانت بين البيتكوين والـ USDT بطبيعة الحال. كما تلاحظون، توجد العديد والعديد من العملات التي من خلالها يمكن أن نقوم بتداولها في هذه المنصة. هذه العملة أيضا تطرقت إليها في وقت سابق، حيث تطرقت إلى شرح الحصول عليها مجانا، فهي أيضا تتواجد في هذه العملة أو في هذه المنصة. العديد من العملات الموجودة هنا، وهناك أيضا عملات قد لا تجدها في منصات أخرى غير هذه المنصة التي هي منصة ذات يعني جودة عالية، و يعني أنها يمكن أن تقوم بالتداول بها بسهولة ما، ليست معقدة أو يصعب تداولها أو التداول فيها. لكن أغلب هذه المنصات لها مفهوم واحد، يعني يوجد مكان للشراء أو الإيداع، مكان للسحب، مكان للتداول، مكان لتداول للمبتدئين، وتداول المحترفين، وتداول بالمارجن. يعني كل شيء نفس مفهوم جميع المنصات، ما يختلف أن بعض المنصات تضيف توكن أو إيكو أو رموز خاصة بها، وبعض المنصات أيضا يعني ليست لها هذه المفهوم، لكن ذات جودة عالية في من حيث مثلا الدعم، من حيث التجاوب مع العميل أو الذي مسجل في السيت. أو يعني هذه الأمور هي الاختلافات الجذرية بين المنصات، وأيضا اختلاف وجود بعض العملات في منصة ومنصة لا. لهذا تطرقت إلى هذه المنصة التي لها مفهوم من بين منصات بيونانس على سبيل المثال، ومنصات أخرى تطرقت إليها في آخر فيديو يخص المنصات والمفهوم بعض منها. وهذه المنصة إذن ينطبق عليها نفس الأمر. على كل حال، هذه المنصة هي كما تلاحظون هي على الشكل التالي. فكما تلاحظ، يوجد فيها العديد من الطرق أو العملات التي يمكن أن تقوم بتداولها فيها. يوجد يعني تحليل كبير لكل العملات، يعني البيانات وما إلى ذلك، التي ستساعدك من أجل أن تقوم بالتداول في هذه المنصة. أيضا يوجد لها يعني تطبيقات خاصة بها، في يمكنك تحميلها من أجل أن تقوم بالتداول في هذه المنصة. وكل ما عليك القيام به بعد أن تقوم بالدخول إلى هذا الموقع، الصفحة الرئيسية، يجب عليك أن تقوم بالتسجيل. فمن أجل التسجيل، إما ننزل أسفل ثم نضغط على كري أن أكونت، أو في الأعلى مباشرة سنجد أنه يوجد مكان للتسجيل. نضغط هنا من أجل بدء تسجيل حساب جديد. هكذا بعد ذلك نقوم بإضافة معلوماتنا بالشكل العادي بطبيعة الحال عن طريق الإيميل أو عن طريق الهاتف. يتم وضع ناشيوناليتي مباشرة بطبيعة الحال عن طريق يتم اكتشافه عن طريق الاي بي. من قام بتغيير الاي بي قد يخلق له مشاكل، لذا من الأفضل عدم، لأنه ممنوع، هذه المنصة ممنوعة على الدول، بعض الدول، لهذا لا يفضل أن تقوموا باستخدام VPN.
على كل حال نضيف هنا معلومات هنا التي تتعلق بالإيميل على سبيل المثال. هنا نزيح هذا إلى اليمين من أجل التأكيد. هذا الكود يتم إرساله إلى الجيميل الخاص بنا، نضغط على سنت يتم إرساله إلى هذا الإيميل الذي وضعته هنا. سنأخذه من هناك، نضيف الباسورد على سبيل المثال هكذا. بعد إضافة هذه المعلومات نأتي إلى الإيميل الخاص بنا من أجل الحصول على الكود. بعد الدخول إلى الإيميل الخاص بنا نتجه إلى الحساب من أجل الحصول على الكود كما تلاحظ. نأتي نأخذه بالشكل العادي هكذا، بعد ذلك نقوم بإضافته في مكانه الخاص. بهذا نكون قد أكملنا جميع ما يخص بطريقة. لا تنسوا قراءة هذه الشروط التي تخص المنصة من أجل تفادي أي مشكل مستقبلي مع المنصة. بعد ذلك نضغط على السينب هكذا بالشكل العادي جدا. بعد هذا سيتم بطبيعة الحال إرسال رسالة إلى حسابك أيضا من أجل تأكيد الحساب. نفس الأمر ينطبق، يعني من أجل أن تقوم بالتأكيد تضغط هنا. سيتم إرسال أيضا كود إليك من أجل تسجيل الدخول. يعني جميع الأمور من أجل تأكيد الدخول يجب أن يتم الذهاب إلى البريد من أجل الحصول على رقم كود آخر جديد يتم إرساله مباشرة إليك. هذه الأمور أمور بديهية بطبيعة الحال، إذا سيكون تسجيل سهل جدا، ولمن لم يستطع تسجيل كل ما عليه سوى مراسلتنا أو وضع تعليقات في الفيديو، فلن نتردد في مساعدته من أجل القيام بتسجيل أو حل أي مشكل في التسجيل في هذه المنصة. نضغط على اللوغين من أجل تسجيل الدخول بالشكل العادي هكذا. بعد ذلك هكذا بطبيعة الحال أنا قمت بتغيير سياسته أنها تقوم باستخدام الخطوة الثانية عن طريق الإيميل، لكن عن طريق الإيميل في كل مرة يتم إرسال كود إلى الإيميل في كل مرة يتم إرسال كود إلى الإيميل، لهذا يعني يستغرق وقت. لذا فضلت استخدام جوجل أنتيكاتور من أجل أن يتم يعني سهولة تسجيل الدخول إلى الحساب ويكون مؤمن أيضا. لذا لا تنسوا تأمين حسابكم إذا قمتم بتغيير الطريقة، فغيروها إلى طريقة التطبيق الذي يخص جوجل، فهو الأفضل في تسجيل الدخول والأفضل أيضا وسريع من ناحية تسجيل الدخول إلى حسابك. هكذا نكون قد قمنا بتسجيل الدخول إلى الحساب بشكل عادي وبدون أي مشاكل. كما ذكرت سابقا، من أجل أن تقوم بالتداول في هذه المنصة سهلة جدا، ليست معقدة. هذه من الاكستشانج الخاص بها او اين يتم التداول في هذه المنصه بالشكل العادي، يعني سهله الاستخدام وليست معقده، وايضا سلسه وتتصم بالسرعه في الاستجابه، يعني يتم استجابه سريعه من المحتوى. قبل ذلك طريقه الايداع هنا بشكل عادي، ناتي الى هنا نقوم بايداع بطريقه العاديه كاي موقع اخر. نقوم بإضافة إيداعنا على سبيل المثال أريد إيداع البي تي سي، نقوم بإضافة الإيداع في هذه الطريقة. نضغط على ديسبوزيت هكذا، نأخذ العنوان نرسل إليه المقدار الذي نريد بطبيعة الحال إضافته إلى أو إيداعه في هذه المنصة. هذه هي الصفحة التي تخص الإيداعات السابقة أو التحويلات السابقة، ستجدها هنا كلها، يعني من تم جميع التحويلات التي مرت هنا ستجدها في هذه الصفحة. بعد أن تقوم بإيداع تقوم كما ذكرت سابقا بالتداول بالشكل العادي في عن طريق اكستشينج. بطبيعة الحال لا أنصح أحدا بالتداول هنا، فهذا يخص التداول بالمارجن، لهذا لا يجب أن تقوموا بالاتجاه إلى هذه المنصة، فقط اكتفوا بالتداول عن طريق الاكستشينج أو عن طريق التداول في العادي جدا، بالشراء والبيع في نقطة ثم الشراء والبيع وهكذا، أفضل من استخدام المارجن. على كل حال موضوعنا ليس شرح هذه الأمور، إنما شرح المنصة بحد ذاتها. سيتم
الحال شراء أي عملة تريدها. مثلا سيكون لديك البيتي سي، هنا تقوم ببيعه إذا أردت. إذا أردت أن تقوم أيضا بشراء البيتي سي، فكل ما عليك سوى الضغط أو إضافة ما تملكه أو ما تريد شراؤه. هنا مثلا أريد شراء واحد بي تي سي، سأضع واحد بي تي سي، بالتالي سأقوم بدفع 11103 أو إس دي تي، الذي سيكون المبلغ موجود هنا، يعني أبيض. هذه أمور بديهية بطبيعة الحال، سيكون الأوردر هنا مفتوح. بعد أن يتم يعني الموافقة على الأوردر، سينزل إلى الهيستوري بطبيعة الحال. هذه هي الأمور، مجمل الأمور التي تخص الحساب. لتأكيد الحساب أيضا، كل ما علينا سوى القيام بالضغط هنا، بعد ذلك نضيف أو إرسال المعلومات التي تخص هنا من أجل يعني الـ IT معلومات هنا، نقوم بإرسالها بالشكل العادي. ليست صراحة الطريقة التي تعتمدها هيت بيت، ليست طريقة جيدة أبدا، فهي تعتمد على أن تقوم بإرسالها إرسال إليها في الإيميل، عن طريق الإيميل المعلومات التي تخصها. لكن هنا في هذه الطريقة أو في هذا الموقع، ترسل المعلومات من هنا مباشرة، وكما تلاحظ فتم تأكيد حسابي بعد أن أرسلته. وليكن في علمكم أنني قمت بإرساله فقط البارحة، قمت بتأكيده البارحة، أرسلته البارحة واليوم تم تأكيده. كما تلاحظون أرسلت المعلومات التي تخصني، تم تأكيد الحساب بشكل عادي جدا وبسهولة، وبالتالي لن يخلق مشكل مستقبلا في هذا التداول الذي يخص الحال التداول في هذه المنصة. وفيما يخص HT أو روبي توكن، فالأمر يعتمد إذا ما أردتم بطبيعة الحال أن أقوم بشرح خاص لهذه التوكن، يعني سبب أو عملي ما يجب أن تقوم به لشرائه، وما هي مميزاته في هذه المنصة، بإذن الله سأتطرق إلى شرح هذا الأمر الذي يخص هذا التوكن، الذي يخص هذه المنصة بطبيعة الحال، سأتطرق إليه بشكل أعمق وأعطيك التفاصيل التي تخصه. لكن اليوم كما ذكرت سيكون شرح عادي للمنصة بطريقة عادية، يعني إيداع، سحب، تداول بشكل عادي. أيضا سندخل إلى هنا لمعرفة الاقتطاعات التي يتم اقتطاعها في التداول. فكما تلاحظ هذه هي ثمن الاقتطاعات التي تخص التداول من عملة إلى عملة، فأغلبها 0.2% من كل تداول يتم تداوله في الموقع. وبالتالي فأغلبها يتم اقتطاع كبير أو أكثر من هذا، يتم اقتطاع في بعض المنصات 0.25، هناك من يقتطع أيضا 0.3، لكن هذه المنصة تقتطع 0.2% من التداول. إلى هنا أحبائي أكون قد تطرقت فيما يخص مجمل هذه المنصة. إذا كان هناك أي شيء يتعلق بهذه المنصة من حيث يعني شرح آخر أو التطرق إلى هذه الأمور مثل هذا القرض، صراحة هذا القرض لم أتطرق إليه بشكل أعمق، أو لأنه يعني لم يتم وضع معلومات كثيرة حول هذا الأمر. فكما تلاحظون قمت بدخول إليه في قبل أيام، لكن لم أفهم طريقة عمله بالخصوص. لكن إذا ما أردتم التعمق في هذا الأمر، سنتجه إليه أو نقوم باستفسار بذلك، نقوم بوضع شرح يخص هذا القرض الذي تم وضعه في هذه المنصة، رغم أنني صراحة لم أفهم منه شيئا في ما يوجد هنا. وفيما يخص باقي الأمور مثل هذا القرض أو HT أو روبي توكن، هنا يمكن أن أتطرق إليها بشكل أعمق، وبالخصوص التوكن الخاص بهذه المنصة، لمن أراد شرح أو مفهوم أو ما تجليات يعني أو الأشياء التي يتم القيام بها عن طريق هذا التوكن. فكل ما عليك القيام به هو وضع تعليق من أجل التأكد أن هناك من يريد التعمق في هذه المنصة أكثر. وبخصوص التسجيل في الموقع، ستجدون الرابط أسفل الفيديو، فلا تترددوا في التسجيل في هذا الموقع، حتى لمن لم يرغب في التداول فكل ما عليه القيام به هو التسجيل في هذا الموقع، بعد ذلك يترك حسابه. أيضا بعد التسجيل يقوم بتأكيده مباشرة، فأنا قمت بتأكيده مباشرة بعد يومين أو يوم ونصف، لم يعني لم تتأخر المدة، تم تأكيد الحساب مباشرة.
ثم بعد ذلك تتركه لمن أراد التداول في هذه المنصة، على بركة الله. من أراد فقط التسجيل فيه من أجل أن يتفادى مشكل إقفال التسجيل في وقت من وقت لآخر، فهذا أفضل. ألا هنا يا أحبائي تنتهي هذه الحلقة، في أمان الله. اشترك الآن على قناة بيتكوين العرب وكن أول من يتوصل بالجديد.